سوى أهل القدس، فلقد اشتد عليهم الكرب وتفاقم الخطب إبان اعتداء اليهود الغاصبين عليهم من الله الغضب. واذكروا وصايا سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم ربنا ولك الحمد، حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم ولك الحمد، حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، وأخرجهم منه أذلة الصاغرين. يا قوي يا متين، كل إخواننا المستضعفين في الأرض المباركة، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وحافظا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلهم في أمانك وضمانك، فول حفظهم.